الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين يا رب العالمين. أما بعد، فإنه يا إخواني ويا أحبابي، من جملة الأمور المطلوبة التي ينبغي للمسلم أن يلتفت إليها وأن يهتم بها هو معرفة نسب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أن هذا من الأمور الكمالية أو من الأمور التي ليست بواجبات، بالعكس هذا أمر واجب، وهو كان يؤسسه بنفسه، وهو كان يؤيده بنفسه ويذكره بنفسه. ولذلك الواجب علينا وعلى أولادنا وعلى طلابنا وعلى شبابنا وعلى أهلنا في بيوتنا أن نلقنهم نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبين لهم هذا النسب، وأن نحفظهم ذلك النسب. هذا من الأمور الواجبة، فإنه صلى الله عليه وسلم هو بنفسه ذكر نسبه فأخبر وقال لما خطب، وقف على منبره وخطب كما نقله البيهقي وغيره من أهل الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد بن عبد الله. طبعا الحديث له من قبل مقدمة، وهو أن بعضهم تكلم في حقيقة النسب، ما هو وإلى من ينتسب وإلى أي قبيلة وإلى أي بطن وإلى كذا، فكأنهم لما اختلفوا في هذا وكثر كلامهم فيه وقف فبينه. وفي بعض الروايات من غير هذه المقدمة، أنه بدأ فذكر نسبه من غير ما يذكر مقدمة أو من غير ما يكون هنالك سبب، سواء هذا أو ذاك، فإنه وقف بنفسه وسرد نسبه الشريف وقال: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس. إلى هنا في بعض الروايات وقف إلى هنا، وفي بعض الروايات أنه امتد فيها إلى عدنان، حيث قال: ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، فوقف في عدنان. وإلى عدنان تنتهي، يقف النسابون، ما يتجاوزون هذا الحد، لأن الروايات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف إلى هذا الحد، فقال: ابن عدنان. عدنان معروف أنه منسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم، لكن كم جد بين عدنان، بين جد الرسول صلى الله عليه وسلم وبين إسماعيل ابن إبراهيم؟ قيل 30، وقيل 25، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر، مع اختلاف العلماء في تحديد الاسم، لأن الأسماء هنا تختلف الأسماء هنا، بعضها مفتوح، بعضها مكسور، بعضها مجرور، بعضها كذا، بعضها بزيادة، فاختلافهم في التلفظ بالاسم، واختلافهم في عدد الآباء الذين بينهم، بين عدنان وبين سيدنا إبراهيم. لكن هو بالتحقيق ليس من ذرية أخيه الذي هو إسحاق، وإنما هو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وإنما هو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وهو الذبيح. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. فالذبيح الأول هو إسماعيل، وهو أيضا ذبيح، لأنه قال الله تعالى فيه: وفديناه بذبح عظيم، فهو من يسمى ذبيحا. والذبيح الثاني هو عبد الله ابن عبد المطلب، حيث أن عبد المطلب لما كان يحفر بئر زمزم وكان وحيدا ليس معه إلا ولد واحد، فجاءته قريش وأرادوا أن ينازعوه وأن يشاركوه في حفر البئر، فما وافق وتنازع معهم، ثم نذر لله نذرا إن وهبه 10 من الولد، إن وهبه 10 أن يذبح أحدهم
لله تعالى قربة. رزقه الله أولئك العشرة فأراد أن يوفي بنذره، فأخذ قصة طويلة عريضة خلاصتها أنهم ضربوا القرعة التي هي القداح والسهام والأزلام إلى غيرها، فلما ضربوها ظهر ذلك على عبد الله الذي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم. ضربوها مرة ثانية وجاءوا بعشرة من الإبل فظهر على عبد الله، فجاءوا بعشرة صارت 20، فجاء عبد الله فضربوها مرة ثالثة، يعني نذبح 20 فدية عن عبد الله ولا نذبح عبد الله؟ قال لا تذبحوا عبد الله، القرعة جات نذبح عبد الله سلامة عبد الله. قال فجعلوا 13 أخرى فصارت 30، فضربوا قداحهم، فجاءت القرعة أو جاء الجواب بأن يذبح عبد الله، ولم يزالوا يضربون سئ القداح بين الإبل، يزيدون في الإبل ويضربون 10 20 30 40 50 60 70 إلى أن وصلت إلى 100 من الإبل. فلما وصلت 100 من الإبل ظهرت القرعة على الإبل فذبحوا الإبل فدية عن عبد الله، وبقيت سنة في العرب أن تكون هذه هي الدية، فإذا واحد ارتكب جريمة وقتل قتلا عمدا تترتب عليه الدية، والدية هي 100 من الإبل. هذه الدية 100 من الإبل كانت من زمن عبد المطلب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء الإسلام فأقرها دية لكل ما يسمى قتلا عمدا فيكون فيه هذه الدية. فهذا ذبيح وإسماعيل ذبيح، إذن أنا ابن الذبيحين. يدعي أتباع بعض الديانات أن الذبيح ما هو ليس إسماعيل وإنما هو إسحاق، لكن هذه دعوة باطلة وليست لها حقيقة، والتاريخ ينكرها ويبطلها، وليس الآن مجال الحديث حولها، لأن هذا التاريخ يثبت أن الذبيح هو إسماعيل. فإذا يتحقق قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا ابن الذبيحين. وهذا النسب الذي ذكره سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف نسب، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد الله بن عبد المطلب. هذا عبد المطلب كان يقال له شيبة الحمد، وبعضهم يسميه شيبة الجود لأنه كان رجلا جوادا عظيما كريما. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن من؟ ابن هاشم. وهاشم هذا سمي بهاشم ليه؟ وإلا فإنه يقال أن اسمه ليس بهاشم في الواقع، وإنما اسمه عمرو، وإنما سمي بهاشم لأنه كان يبسط الثريد في أوقات المجاعة وفي أوقات القحط، فيهشم الثريد يكسره، يهشم اللحم ويكسره للناس فيأتي يأكلون، حتى كان يطعم الطير ويطعم العفاة، ويخرج إلى البادية، إلى بادية مكة وإلى ضواحي مكة، فيطعم السباع ويطعم الطيور والهوام ويكسر لهم اللحم والثريد. فهذا هاشم سمي بهاشم لأنه هو الذي كان يهشم ويقطع ويكسر ويقدم الموائد والأطعمة لقريش وللوافدين وللزوار وللعمار، ويقدمها أيضا حتى للسباع وللحيوانات. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعبد مناف هذا أيضا له اسم آخر وهو المغيرة ابن عبد مناف ابن من؟ ابن قصي. وقصي هذا سمي بقصي لأنه كان قد خرج إلى ضواحي الجزيرة لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم وحما حماه، فرجع إلى مكة فاجتمعت به قريش وهو قصي. قصي ابن كلاب، وهذا كلاب اسمه الحقيقي حكيم، وسمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كانت له كلاب مشهورة مدربة معلمة للصيد، وكان تخرج إلى خارج مكة وإلى القبائل فيقال هذه كلاب حكيم، فلقب بكلاب، كان يصيد الصيد ويأتي به ويطعم الناس
الناس يأكلون لحم الغنم ولحم البقر، وهو يطعمهم لحم الغزال ولحم الأرانب ولحم الصيد الذي ما يصل إليه الإنسان إلا بتعب. ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب، وكعب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان كما قال العلماء في التاريخ وفي الأنساب أنه كان أول من غير اسم يوم الجمعة إلى الجمعة، وكان يوم الجمعة هذا يسمى عند العرب يوم العروبة، فسماه يوم الجمعة وجمع الناس فيه وأمرهم أن يجتمعوا وأمرهم أن يقيموا في ذلك اليوم، وكان يخطب فيهم وكان يقول لهم إن من ذريتي ومن سلالتي ولد سيأتي أو غلام سيفد، وهو يغير كذا ويكون نبيا ويكون رسولا. فهذا كعب كان أيضا يخطب، وهو خطبته كانت في يوم العروبة وغيره إلى يوم الجمعة. ابن كعب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، نعم، ابن لؤي، لؤي هذا لؤي ابن غالب، وغالب ابن فهر، فهر هذا هو المسمى بقريش، قريش هذه قريش جدها هذا فهر وسميت بقريش، يقال هذا كله تواريخ، هذه كلها تواريخ مشهورة، يقال أن قريش هذا سمي بقريش لأنه كان يغلب ولا يغلب، ومنه دابة في البحر سمى القرش أو القرش معروفة عندكم، قالوا إنه سمي بقريش لا نسبة أو تسمية بالدابة التي في البحر وهي تأكل ولا تؤكل، فكدابة عظيمة فسمي بقريش، نعم ابن قريش. ثم بعد ذلك يأتي في أجداده صلوات الله وسلامه عليه مالك، ويأتي في أجداده النضر، ويأتي في أجداده النضر ابن من؟ مالك ابن النضر ابن كنانة، ويأتي في أجداده خزيمة، ويأتي في أجداده مدركة، ويأتي في أجداده إلياس. إلياس هذا من أجداده المشهورين بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى كان يلقب بلقمان الحكيم، وكان له حكم وله خطب ومواعظ. ثم يأتي في أجداده بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه آخرهم عدنان، وعدنان هذا من أجداده، هذا يقول المؤرخون كما هو معلوم أنه أول من رفع أنصاب الحرم. ما معنى أنصاب الحرم؟ يعني الأعلام التي حول الحرم من جهة الحديبية ومن جهة العمرة ومن جهة طريق الليث ومن جهة نعمان وادي نعمان ومن جهة عرفة ومن جهة طريق الطائف، هذه حدود الحرم. من أول من وضعها؟ يقال المشهور أن أول من وضعها هو عدنان، وقالوا أنه إبراهيم، نعم إبراهيم هو الذي جاء وعلمه جبريل مواضعها، لكنها انطمست وذهبت في بمرور الأيام مع الرياح والأمطار ولم تزل تتغير، كل ما جاء عظيم كبير غيرها ورتبها ونظمها ولم تزل تتغير، ولم يزل الحكام والأمراء والملوك يغيرونها، وآخرهم المرحوم الملك عبد العزيز رحمه الله، فإنه أيضا جددها ورتبها ونظمها، وجاء بعده من بعده من خلفائه ومن ملوك البلاد فغيروها ونظموها ورتبوها وهندسوها، وهي أمامكم الآن إذا توجهت إلى التنعيم ترى هذه العلامات، علامات حدود مكة، لا حدود الحرم الذي هو مسجد، وإنما هي حدود الحرم الذي هو مكة. وإذا خرجت إلى الطائف تراها في طريق الطائف، وإذا خرجت إلى جعرانة تراها في طريق جعرانة، وإذا خرجت إلى الليث من أسفل مكة تراها في طريق الليث، وإذا خرجت إلى جدة من طريق الحديبية تجدها أيضا هناك من طريق الحديبية، وهكذا. فهذه الأعلام قالوا أول من أنشأها وأول من بناها وأول من أقامها هو وجددها هو عدنان، هذا عدنان، وهو أيضا أول من كسى الكعبة في قول من الأقوال، وقيل غير ذلك. وبين عدنان وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجداد، لكن العلماء أمسكوا عن تسميتهم وعن بيان أسمائهم، لأن الشارع الحكيم الذي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف إلى هذا الباب. وأنا أقول بل يقول مشايخنا وأساتذتنا أن توقفه صلى الله عليه وسلم
عن ذكر أسماء أجداده إلى آدم ليس جهلا بهم، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته، لأن الآن كل واحد من العرب وخصوصا من آل البيت يجتهد في أن يعرف نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك، فليجتهد كل واحد في هذا، وكل واحد من بقية العرب يجتهد في معرفة نسبه إلى قبيلته وإلى أهله وإلى قومه وإلى بطنه، فليفعل ما يشاء. فلو كان هو صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذكر الأسماء أو طلب من الله أن يعلمه ذلك إلى آدم لكان في ذلك إحراجا للأمة، فما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحرج الأمة بذكر نسبه وأسماء آبائه وأجداده إلى آدم، وإنما أراد أن يكتفي بعدنان. نسب آباؤه وأجداده كلهم كرام، كلهم أعلام، كلهم أهل شجاعة وأهل مروءة وأهل قوة وأهل شهامة، وهذا لا شك متوارث في العرب، فكيف بسيد العرب وبآبائه صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذلك فإن هنا يتجلى حديثه هو بنفسه عن نفسه، إذ قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، الإمام مسلم في صحيحه أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن واثلة بن الأسقع: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق واختار منهم بني فلان، واختار منهم إسماعيل، واختار من إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم. فهو يتحدث عن نفسه بأنه مختار من هذه القبائل، هذا رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح المعروف. ثم جاء البخاري فروى في كتابه الصحيح المعروف أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، يقول: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، ما جاء قرن إلا بعثت في خير ذلك القرن. نحن نرى أن المراد بالقرن هنا الطبقة من الجيل من الزمن، يعني معناه الطبقة من الأجداد، الطبقة من الآباء، فكل طبقة ولد فيها صلى الله عليه وسلم من آبائه وأجداده هي طبقة مختارة مصطفاة أخلاقا وكرامة وعفة وجلالة وشرفا، هذا لا شك فيه في التاريخ عند أهل العلم رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول بعد ذلك: حتى كنت من القرن الذي حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي حديث آخر يبين ما معنى هذه الخيرية، فيقول صلى الله عليه وسلم كما رواه البيهقي وكما رواه الطبراني في أحاديث كثيرة كلها بمجموعها تصير حسنة بل صحيحة بل مستفيضة وقوية، أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلهم فرقتين، وجعلني في خيرهم فرقة، وخلق القبائل وجعلني في خيرهم قبيلة، وخلق البيوت وجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم نفسا. وجاء في حديث آخر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: وجعل القبائل وخلق العرب فجعلني في كذا وجعلني في كذا، إلى أن يقول: فأنا خيركم بيتا وأنا خيركم أبا وأنا خيركم أبا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم مبينا شرف هذا النسب، فيقول: لم يجتمع أبواي على سفاح قط من لدن آدم إلى أبي وأمي، لم يجتمع أحد من أبواي على سفاح قط، حفظه الله من عهر الجاهلية ومن بغيهم ومما شائبة أنسابهم المعروفة، فكان نسبا صالحا قويا عظيما شريفا كريما، كما قال أهل العلم: حفظ الإله كرامة لمحمد، آباؤه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاحة فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. هذا ليس كلامي، هذا كلام الإمام الحافظ زين بن ناصر الدين الدمشقي من كبار حفاظ الأمة. ويقول أيضا: نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. فهذا كله دليل على شرف هذا النسب العظيم، شرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخير والبركة فيما أعطانا وفيما أولانا، وأن يجعلنا إن شاء الله من المستمعين للقول المتبعين أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.